الشعب يريد تحرير فلسطين. الشعب يريد تحرير فلسطين. اليوم حينما تكون القضية أكبر من وجود الإنسان، حينما تكون القضية قضية أرض، وحينما تكون القضية قضية كرامة، وحينما تكون القضية قضية عزة، فلا يمكن الحديث الآن على مثل هذه المواضيع وهذه القضايا التي تحاول أن تجرنا إلى الهامش. قضية فلسطين اليوم حينما تنتصر الحق الفلسطيني، فإن كثير من المشاكل التي تعاني منها الدول العربية والدول الإسلامية ستحل بإذن الله تعالى، لأنه ليست معركتنا هي معركة الخبز فقط، معركتنا معركة العزة والكرامة، معركة التواجد على الأرض، معركة أن نكون على قدر المسؤولية التاريخية. أرضنا تغتصب، ما قيمتك إذا اغتصبت أرضك؟ نضلع على السبيطارات ولا هذاك النضال، نضال عنده قنواته، ما محتاجش مثل هذه الوقفات، هذاك النضال في بلاصته ولكل مقام مقال. اليوم نحن إخواننا يمارس عليهم القهر، واضطهدوا واخرجوا من ديارهم وقهروا، ورأيتم بأبصاركم العالم كله يشهد ماذا كان يقع في الأقصى، ماذا كان يقع من سحل للنساء، وماذا كان يقع من قهر، وماذا كان يقع من 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 اقتحام، وماذا كان يقع من إخراج. القضية الفلسطينية هي أم القضايا، أراد من أراد وكره من كره، القضية الفلسطينية هي بوابة الكرامة للدول الإسلامية. حينما ستحل مشاكل هذه الأرض ستحل كل المشاكل بإذن الله الواحد الأحد.